افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير الثاني بمشاركة أكثر من 450 مشاركا من المهندسين وأصحاب التخصصات الفنية، حيث يناقش المؤتمر تطوير أداء الصناعات البترولية والواقع الحالي لصناعة التكرير. بين أوساط تذبذب أسعار النفط في الأسواق حالة متقلبة بلا شك، هي في تغير مستمر. ليخلق من هذا التغير ضرورة الموازنة بين حاجة السوق والإنتاج، ليترتب بعدها إيجاد سبل كفيلة بتحسين الكفاءة التشغيلية ونوعية المنتجات. أمور عديدة أوعز إليها مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير الثاني، لتكون هناك حلول على السطح لا حبيسة الأدراج أمام كل الدول المنتجة للنفط. هذا أول مؤتمر لعام 2018 ويقام في موضوع التكرير وشركات التكرير. موجودين معنا شركات عالمية وتحت تنظيم شركة بابكو كذلك، ويتكلمون عن مستقبل أسعار النفط وأسعار مشتقات النفط و ما هي الاستثمارات الجديدة والتقنيات الحديثة التي يتم تطبيقها في هذا المجال. تكلمنا كذلك عن توقع بتوقيع عقود شركة بابكو مع نهاية هذا الشهر والبدء في أكبر مشروع في تاريخ بابكو، وهو توسعة اللي تكلمنا فيها في السابق. يعني مترقب أنه بعد 4 سنوات حجم التكرير بيصل إلى قرابة 400,000 برميل. كذلك احنا الان بصدد الانتهاء من خط الانابيب الجديد بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، ويدخل في المرحله التجريبيه على ان يكون جاهز للتشغيل مع نهايه العام. المؤتمر كان على بينة بالعديد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تدعم تطوير قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، بالإشارة إلى مشروع تحديث مصفاة البحرين والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية في مملكة البحرين لرفع مستوى المصفاة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنافسية والربحية واستمرار المساهمة في الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة إنتاج مصفاة التكرير. تركز على مواضيع جدا مهمة تساهم في الاعتمادية وكذلك تساهم في تحسين هوامش الربحية، وهذه الأمور طبعا جدا مهمة لنا في بابكو. وبابكو له مشاركة كبيرة بأكثر من 5 أوراق وكذلك ورشتين للمناقشة، فبابكو هي الداعم الأكبر للصناعة النفطية والداعم الأكبر كذلك لهذه الفعالية، بتستفيد وبتفيد إن شاء الله على مستوى عالمي وتثبت كذلك قدرة البحرين على تنظيم مثل هذه الفعاليات. الفكرة إن نعطي مؤتمر لمدة يومين يدلي بقطاع المصافي والبتروكيماويات. التوجه هنا إنه ما هي آخر التكنولوجيا، ما هي أثر العوامل الخارجية على عمليات الإنتاج في المصافي والبتروكيماويات، كيف ممكن نحقق العوائد المرجوة من المشاريع هذه بطريقة تخلي دول الخليج في موقع منافسة. استعراض بعض الأمثلة والتجارب العملية لمشاريع التطوير الناجحة في مناطق مختلفة من دول العالم، أمور لعلها تساهم في رفع مستوى استراتيجيات التطوير والتحسين في المؤسسات النفطية وتحسين مستقبل صناعة التكرير في المنطقة والعالم. هي الحاجة إلى الحلول الهندسية واستثمار التكنولوجيا لمختلف التحديات التي تواجه تكرير النفط والتكنولوجيا، ومن أهم هذه التحديات هي النمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة وغيرها من القضايا النفطية التي وضعت رحالها في هذا المؤتمر. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.